طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. يعني هاي الدول المجاورة، تركيا، السعودية، قطر، إمارات، أردن، لم يجتمعوا على خير ولا مرة في حياتهم. اجتمعوا مرة قبل 1400 سنة في دار الندوة في مكة حتى يغتالوا الرسول، وهسه اجتمعوا مرة ثانية أيضا ضد العراق ومؤامراتهم مستمرة. لكن ما دام في ذاك الوقت كان سيف علي بن أبي طالب موجود، الآن سيف علي بن أبي طالب الحج الشعبي موجود. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث اليوم عن القانون الجديد الذي صدر من رئاسة الوزراء، والذي يقر لمسلحي ميليشيات الحشد الشعبي امتيازات وحقوق كالجيش، ويكون القائد قائد الحشد هو رئيس الوزراء. طبعا يوم أمس صدر هذا القرار وتم نشره من قبل رئاسة الوزراء، وتم الإعلان عن هذه الامتيازات الجديدة وغير المسبوقة لفصائل ميليشيات الحشد الشعبي في البلاد. مسؤولون أكدوا وأعضاء في البرلمان بأن القرار يشمل أكثر من 120 ألف عنصر من الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي، وبواقع 69 ميليشيا، بينما يوجد نحو 30 ألف لم يتم إدراجهم لغاية الآن. وتعمل الحكومة، حكومة حيدر العبادي، على معالجة هذا الملف بحسب السياسيين والبرلمانيين. القانون الجديد، وهو يعتبر القانون الثاني من نوعه بعد إقرار البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني عام 2016، قانون يقضي باعتبار الحشد الشعبي، وهو عبارة عن ميليشيات مسلحة تشكلت بفتوى دينية من المرجع الديني على السيستاني إثر اجتياح تنظيم داعش مدن شمال وغرب العراق، والسيطر عليها كيانا قانونيا بوصفه قوات رديفة ومساندة للقوات الأمنية. يقضي المرسوم الحكومي الجديد بحصول أفراد ميليشيات الحشد على كل الحقوق وكل الامتيازات التي يتمتع بها أفراد المؤسسة العسكرية، ويحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، ولهم الحق في التقاعد والتعليم والامتيازات الأخرى واشتراط التحصيل الدراسي الأدنى وهو القراءة والكتابة. وفقا للقانون الذي يعد نافذا اعتبارا من يوم غد الأحد، فإن القائد الأعلى للحشد هو رئيس الوزراء، ويسمي رئيسا للهيئة، وله الحق في منحه صلاحيات تنظيمية، وتحدد أو تحدد مراتب ودرجات ذلك وفقا لنظام آمر تشكيل وآمر قوة قتالية وآمر مجموعة قتالية وآمر مفرزة قتالية ومقاتلون ومتطوعون ومبلغون دينيون كما جاء وموظفون. وتحدد المناصب المذكورة من قبل رئيس الوزراء الذي بحسب الدستور هو القائد العام للقوات المسلحة. القانون الجديد الذي كان متوقعا منذ أيام في ظل عملية شد وجذب بين الحشد ورئيس الوزراء بخصوص التواجد الأمريكي في العراق وموازنة الميليشيا لهذا العام، والتي حددها بنحو 80 مليون دولار لأغراض التسليح والتدريب والتجهيز، هذا فقط 80 مليون دولار للتدريب والتجهيز، وأبقى المرتبات ضمن الموازنة العامة للبلاد التي كذلك أقرت في الأسبوع الماضي كباقي الموظفين وباقي منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش. رسخ موضوع استقلالية الحشد وعدم ارتباطه تنظيميا بأي مؤسسة عسكرية أخرى. وإن كان رئيس الوزراء هو من يعين أمراء أو آمريه في سيناريو مشابه، كما أشارت مصادر حكومية، في سيناريو مشابه للحرس الثوري
الإيراني. طبعا مسؤولون في داخل الحكومة صرحوا بأن المشمولين بقرار ليلة الخميس يتجاوزون حاجز 120,000، كما أشرنا، من بينهم مئات يتواجدون حاليا في سوريا لدعم نظام بشار الأسد. وزير عراقي تحدث مع صحيفة العربي الجديد حول هذا الموضوع وقال بأن هناك 30,000 متطوع أيضا ما زال مصيرهم معلق بين الانضمام إلى الحشد وبين الرفض، وهو ممن انضم عام 2016 وما بعده إلى ميليشيات الحشد وليس منذ البداية. ولفت إلى أن القرار أو القانون يحتاج إلى تفصيلات كثيرة سيتم الإعلان عنها في بيان لاحق. القانون الجديد رسخ استقلالية الحشد وعدم ارتباطها تنظيميا بأي مؤسسة عسكرية أخرى في سيناريو مشابه، كما أشرنا، للحرس الثوري الإيراني. وفي أول تعليق على القانون زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وهو معروف الذي يتمتع بدعم كبير من فيلق القدس الإيراني قال: في الوقت الذي نشكر فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على الاستجابة السريعة عبر مساواة رواتب الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات الأمنية، فإننا ننبه إلى أن الشيطان كما يقول يكمن في التفاصيل. وشدد على أن تثبيت أعداد الحشد الشعبي كما هو موجود في قانون الموازنة والبالغ عددهم 122,000 منتسب، ودعا إلى ضرورة أن يكون قادة وآمرو ومسؤولو الحشد الشعبي من نفس الحشد وليس من بقية التشكيلات الأخرى. الخزعلي اعتبر أنه من دون تنفيذ هذين المطلبين فإن ما جرى يعتبر محاولة خداع واستهداف للحشد كما قال، وطالب بالإبقاء على الجهوزية للمطالبة بتثبيت حقوق الحشد الشعبي وبقاء هذا التشكيل. طبعا ورافقت كما معروف يعني منذ 2014 ولغاية الآن للحشد الشعبي رافقت اتهامات منذ تأسيسه ومقاطع فيديو تنبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وسرقة ممتلكات عراقيين خلال المعارك وبعد هذه المعارك بدوافع طائفية كما جاء في صحيفة العربي الجديد، ومعروف بأنها تحظى بدعم إيراني واسع من قبل فيلق القدس الإيراني الذي أشرف على تدريبها وتجهيزها بالسلاح. رئيس الوزراء تعهد في وقت سابق بمحاسبة المتورطين بتلك الجرائم، إلا أن أي من المتهمين لم يقدم إلى القضاء حتى اليوم رغم تقديم دلائل وقرائن على تلك الجرائم بينها مقاطع فيديو موثقة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا القرار، قرار يعني مساواة الحشد الشعبي بالقوات الأمنية وجعل مستقل في داخل المؤسسة العسكرية. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. شنو رأيك بهذا القرار؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى كذا قناة الراقدين حياك أستاذ. بالنسبة لهذا الموضوع الآن أنت تتطرق له حول اندماج الميليشيات هاي الطائفية بالجيش، ما شاء الله ما واحد يشبه الله، طيوره على أشكالها تقع ما مقصرين كلهم، لكن أنا تطرقت إليها قبل فترة يمكن ليش بالقصيرة قبل شهرين ثلاثة، ذكرت أنه يطلبون الأمريكان من عنده بدمج الميليشيات. هاي الميليشيات دمجها بالجيش بحيث يضيعوها مثل ما يقول لا لها أول ولا لها تالي تنسي، وفعلا هم يريدون يقومون بهذا الشيء. هذه السياسة مثل التروي أو سياسة الإظهار المحبة إلى هؤلاء اللي قامت كل هذه الأفعال بالعراق من تدمير شامل كامل مثل ما يقول بالعراق خاصة المناطق السنية، هذا يريدون ما يريدون مثل ما يقول يكاونوها. أمريكا تيجي بسياسة حلوة مثل ما يقول مرينا وياهم، يقول لك تعال اندمج ويا الجيش، اندمج ويا الجيش، اصدر قرار بحيث يندمج ويا الجيش، بعدين ضيعه على مود شنو؟ انه هذول اللي يقودون هاي الميليشيات، هذول المعممين الكبار مالتهم، وخاصة الميليشيات الإيرانية مجبورة راح تطلع راح يطلعوها. يقول لك الميليشيات الإيرانية أبو عمر القانون رسخ استقلالية الحشد وعدم ارتباطه تنظيميا بأي مؤسسة عسكرية أخرى، يعني مثل الحرس الثوري الإيراني
هو تابع إلى الجيش ولكن له الاستقلالية الكاملة. يعني القانون ضمن استقلالية الحشد. يعني ما يجي مثلا ضابط في الجيش على سبيل المثال يجي مثلا خلينا نقول ألف في الحشد خلوه في الفرقة الفلانية مثلا في البصرة، يجي الآمر مالتهم اللي موجود بالبصرة يكون آمر عليهم، لا، لهم استقلالية، أمراءهم والقائد مالتهم يكون من داخل الحشد. زين، هو شنو التحصيل الدراسي مالته أو منين تخرج من الكلية العسكرية حتى يمسك فصيل ويقود فصيل تحت غطاء الجيش ويكون امتيازاته بنفس امتيازات اللي صار له 20 و 30 سنة في الجيش أو في الداخلية؟ صراحة أنا ما 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 قريت هذا القانون مالته، ما استمعت إلى زين. نعم. إذا كان بهذا الشكل هذا ترسيخ لي مثل ما يقول ما موجود في إيران من حرس الدوري، مثل ما يقول حرس خميني إحنا كنا نقول عليه. زين، أنت شو راح تستفاد بهالحالة؟ أنت يا حيدر باشر عقبة إذا أنت انكشفت اللعبة مالتك وأنت وقفت ويا أمريكا ضد إيران وسياسة إيران، زين ما تخاف أنت دول راح يقولون عليك؟ أنت هاي المؤسسة القانونية ما يقول رئاسة الوزراء ورئاسة، إذا كان هذا هو عدو موجود هذا يعتبر عدو، يعتبر عدو بأي شكل من الأشكال يعتبر عدو إليك. زين، من القصد من عنده من خلاص هذا؟ هذا أستاذ، يعني أنت إذا يجيك واحد معمم تنطيه رتبة مقدم داخل المؤسسة هاي، ليش معمم المقدم؟ شنو شو تقول على الفريق المقدم المعمم؟ يعني قيس تنطيه رتبة قيس، هو شنو هو زعيم روحي؟ نعم. يعتبر لو زعيم عسكري يعتبر لهم، ايش يعتبر لهم؟ زين، بهي حالة هذا يعتبر قرار فاشل، هذا ما له كل قيمة وما له قدر، بس هم يريدون بالاخير يتكفون علي يا استاذ. لا تقولي ولا اقول لك، هم كل حال من الاحوال يريدون يتكفون علي. اماني مؤسسه عسكريه موازيه للجيش والشرطه، بس خارج سلطه الجيش، هذا خطا بالبدايه صحيح هو خطا يعتبر، لكن بالنهايه هل يلتف علي؟ هل يريدون يمتصون زخم هذا الجيش، هاي المؤسسه الموازيه للجيش وهذا؟ هاي تبقى هم يمهم، هم شلون يريدون يرتبوها. نعم أبو عمر، أبو عمر من السليمانية كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال يوسف من الناصرية، تفضل يوسف. انقطع اتصال مع يوسف من الناصرية. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عمر؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك عمر، تحية للقناة، تحية كادر القناة، تحية للمتصلين. اهلا بك. بالنسبه وحي ابو عمر من السليمانيه وابو ناصر من تركيا وحي الاخوان كل المتصلين. ما يدري هو لا غرابه في القرار، الحكومه هي حكومه ميليشياويه اصلا. حيدر العبادي هو راس هو ينتمي الى حزب الدعوه، حزب الدعوه تابع للخميني ابن العاهره، تابع لايران. وهذه ليس غريبه. نعم. أبو فيصل من قطاع الاتصال. طبعا النص القانون كما جاء يقول يكون للعبارات التالية المعاني المؤشرة إزاء كل منها. أولا الهيئة هي هيئة الحشد الشعبي، رئيس هيئة الحشد وهو الرئيس الأعلى للهيئة، المقاتل الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتب الضباط من رتبة ملازم فما فوق والتي تمكنه من أداء الواجبات وممارسة الصلاحيات التي تقرها القوانين النافذة وقرار مجلس الوزراء رقم 177 لعام 2010. رابعا المتطوع، الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتب المراتب من رتبة جندي إلى رتبة نائب ضابط درجة ممتازة التي تمكنه من أداء الواجبات وممارسة الصلاحيات التي تقرها القوانين النافذة كذلك لقرار مجلس الوزراء 177 لعام 2010. المادة 2 أولا يكون الهيكل التنظيمي للهيئة على العناوين الآتية: نائب رئيس الهيئة، وقالة المناطق، آمرو التشكيلات، آمرو القوات القتالية، آمرو مجموعات القتال، آمرو المفارز القتالية، آمرو المفارز الفرعية القتالية، المتطوعون والموظفون، المدنيون والمبلغون الدينيون كما جاء.
ثانيا تحدد مناصب العناوين المذكورة بالمادة 2 أولا من هذه الضوابط باعتماد لوحة تعريفية مميزة بلون معين تشير إلى المنصب وتعلق على الجانب الأيمن من الصدر وتحدد بألوان وأشكال من رئيس الهيئة وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة، يعني حتى كإشارة إلى أنه يعرف أنه هذا في الحشد الشعبي. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك عمي، الله يجعل في ميزان حسناتكم، الله يستر عليكم، الله يحفظ كل من يشارك بالخير بهذه القناة ويدعمها. حياك الله حبيبي عمي عمر. شوي أحكي بهذا الشيء وأنا عندي معلومات كلش أجزم. قبل يومين قال خامنئي التدخل في العراق شأن داخلي إيراني، يعني مبين هذا الحكي. وكل الفصائل حشد الشعبي يعني تأخذ أوامرها من الولي الفقيه، والأموال العراقية والأوامر إيرانية، يعني مثل السباه، السباه يعني الحرس الثوري بالفارسي السباع ثوري. والبسيج مثل الحشد الشعبي، يو كان قديم الجيش الشعبي سموه الحشد الشعبي. وسب فهذا التشكيل اللي هو صار مثل الحرس الحرس الثوري اللي هو راح هذا الحشد الشعبي. ما ياخذ اوامره من الحكومه العراقيه ابدا، ويعني لا تصدقون ياخذه. هو ينضم تحت الولاية الفقيه، طبعا إلى امتيازات بالدراسة، إلى المنصب، إلى الطاولة في العراق، وهو اللي راح يوصل بكل مفاصل الدولة. وبعدين قبل 3 أيام 4 أسبوع في إيران قالوا إنه رئيس الوزراء يكون جندي عند قاسم سليماني. فهذا الحشد الشعبي يعني شو اقول لك، اكثر من الحرس الجمهوري العراقي راح يكون، يعني هو مستغل صاحب الكلمه، وهو يسيطر مو بس هاي، حتى ذول يسمون مبلغين يعني شيوخ. زين، برايك هذا القرار، يعني هناك من السياسيين قالوا بان رئيس الوزراء عمد الى اصدار هذا القرار حاليا للدعايه الانتخابيه، شنو رايك انت؟ لا، دعاية انتخابية وغصبا عليه، وأنا مسؤول عن كلامي، غصبا عليه يجب. وهاي مال حقيقة، حقيقة بيني ما بين الله، هاي كلها تخطيط لازم يوصلون. والدلالة ذلك مش قاعد الخد علي شوف شو يقول هم والوعدهم ما يقدر. يعني أنا راح أقول لك فشي هسه الحشد الشعبي ما يقدر يسوي له شيء. ممكن أن يوقفوا باشا؟ لا، تبي من السلاح اللي هو قال إحنا يجب أن يكون السلاح تحت الدولة. ماكو ما صار شيء. وأقول لكم يا عراقي راح تصير مصيبة عليكم، راح تتبهدلون، راح تقطعون أنفاسكم. مثل قندهار راح تصير جمهورية إسلامية شيعية. والدليل على ذلك تشوف لما نروح للجبهة شعارات يا حسين يا زهراء كلهم على عين ورأس، أنا شيعة، فاطمة الزهراء على. انت من تروح تشيل لك علم مكتوب يا حسين يا فاطمة، يعني شنو انت؟ يعني شنو اللي قبل مقابلك؟ يعني شنو اللي انت تقاتل؟ يعني من هو؟ يعني مخالفك. ليش ما تشيل علم العراقي احسن؟ زين انت ليش انت يا بس نعم ابو علي الفتوى. الو اسمعك. الفتوى طافية والناس موظفين وانتهت الفتوى. نعم. ليش لازم تشلبون بهذه السالفة؟ ليش لازم تبقون؟ ليش انتم لازم تتنفذون اوامركم؟ وهم كلهم قاده الحج الشعبي يقول احنا هم شلوهم، يقول لهم انتم تامرون باوامر السيستاني لو السيد علي خامنئي، يقول انا ملاذ بفك السيد علي خامنئي. وهي حجه والله الذي لا اله الا الله اكثر قاده الحج الشعبي واعرفهم. اصلا ما يعرفون السيستاني شنو. هاي حجه لقوها، حجه لقوها. فيا اخوان هاي مصيبه علينا، هاي ترى مصيبة طرقاعة، قالت نهر الجنوب طرقاعة راح يتبهدلون. ماكو واحد بعد يتنفس نفس إيران. الحرس الثوري يعني هنا أدنى شيء، أنت ضد ولاية الفقيه، ضد الإسلام، ضد علي بن أبي طالب، ويقتل راسك
واستغلها كعذر يا حبيبي عمار. ابو علي من كربلاء كان معنا، شكرا لك. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول: السلام عليكم، أنا نازح من تكريت، صار لي 4 سنوات مهجر، لا يقبلون يدخلوننا إلى تكريت ولا يسوون جناسي، يعني بطاقة هوية، حتى البطاقة الانتخابية لا يقبلون يعملوها، ومنازلنا تم تفجيرها واستولوا على أراضينا من قبل الحشد. يقول: ترى تعبنا وملينا، إلى متى نبقى على هذا الحال؟ والله والله على ما أقول شهيد ابن صلاح الدين المظلوم، كما يعني أشار باسمه. كما أشرنا بأن المادة في اتصال قبل ما أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن أكو صوت يمك، صوت تلفزيون إذا سمحت. لا بعيد بعيد برا. نعم تمام تفضل. بالنسبة لانضمام الحشد للمنظومة العسكرية، نعم، هي تقوية الإرهاب مالهم، يعني الإرهاب هو أم أساسه، فدي يقووه بالانضمام مال الحشد للجيش، فيعني مؤامرة على الشعب. زين ماشي، يعني ضم الحشد إلى قوات الجيش أو القوات الأمنية بس بشكل مستقل، يعني مثل ما نقول إحنا قوات مكافحة الإرهاب معروفة. الحشد راح يصير مثل هذا الشيء، وأوامره هل يأخذها من زعماء الميليشيات، لو يأخذها مثلا من رئيس الوزراء، زي رئيس الوزراء قاعد ينفذ خطط أمنية، لو يوجه بالعسكر، لو يقول الدولة بشكل عام. لا راح يأخذ أوامر من قادة الميليشيات. نعم. هاي 100% بيعترفون برئيس الوزراء أو من الجماعة مالته، أما دول يزون يسرون، يعني حكومة بطل حكومة، يعني عصابة بطل عصابة. ليش ما تم ضمهم للجيش بشكل، يعني مثلا جنود حالهم حال الجيش، وإذا كان بهم ضباط حالهم حال الضباط وإلى آخره. ليش برأيك صارت هاي الاستقلالية للحشد في داخل القوات الأمنية؟ أخي التعليمات تجي جت من إيران، هم دا يقولون سووا هيك، هم يجون يعني شيء خراب على خراب، يعني هو الجيش العراقي هسه الحالي هو خراب للبلد، يعني ما يعرفون يعني المبادئ مال الجيش، فهم دول هم يعني يصيرون على 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 حده، يعني يصيرون قوه وبطن قوه، فيصير يعني كوارث الله يستر. نعم. ابو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا. تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حيا حضرتك وقناه الرافدين وكل الكادر. استاذ عمر، بس نريد نعرف اي قانون صدر من الحكومه لصالح الشعب. كل القوانين اللي تصدر من الحكومه من قبل الحكومه هاي هي ضد الشعب. هاي الموازنه راح تروح للحشد والميليشيات يستلموها كاملة، والحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، ويخلون الحشد اللي يدمر المدن وسرق الممتلكات واعتقله وقتله وهجره فوق الكل. وهاي وحدة جديدة من الدعايات الانتخابية طبعا اللي يحاولون أن يمجدون نفسهم قدام الشعب بها. نعم. طيب أريد نسألهم، حققوا بالجرائم اللي قام بها الحشد ضد الملايين من الناس؟ وصل خبر الاستستاني بأخبار هاي الجرائم اللي قام بها الحشد واللي تأسس الفتوى منه،
وما نعرف شنو السبب ساكت إذا هو وصل الخبر. نعم. يعني ما سامعين بأن مجموعات مسلحة تكون إلها استقلالية وأكثرهم مجرمين وما يحملون أي شهادة مدرسية ويتعاطون المخدرات والمسكرات. أستاذ عمر، هذا واحد من القرارات الصالح إيران، لأن الميليشيات وكل إحنا نعرف والعراق كله يعرف ارتباطها بإيران. نعم. بس المفروض يقولون العبادي خلي يوضح لنا، يقول منو من المسؤولين بالحكومة يقدر يحاسب أي عنصر من الحشد إذا صارت كلها بيديهم هم. الفوضى اللي يعيشها العراق بهذا القرار زادوها، وهو بالأساس أستاذ عمر مكافأة للميليشيات على الجرائم اللي سووها وقاموا بها ضد الشعب. وما نريد واحد يطلع باكر ويقول قاسم سليماني ما له علاقة بالوضع بالعراق. نعم. هذا بالتأكيد هو واحد من أوامر قاسم سليماني للحكومة اللي هي بالأساس تابعة له، وراح نشوف بالمستقبل إذا الله خلانا طيبين شلون راح تكون تشكيلة مجلس النواب القادمة. زين، راح يصير كل ميليشيات. شلون شوف يعني دعوة قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصاب يقول تثبيت أعداد الحشد والبالغ عددهم 122,000 وضرورة أن يكون قارة وآمرو ومسؤولو الحشد من نفس الحشد، من نفس الحشد يعني اللي موجودين حاليا. تعرف أنه بالحشد يعني مراتب عسكر ربما يكون ولكن قليل، نفترض بأنه هناك يعني متقاعد من ضباط الجيش القدماء مثلا، لكن الأغلبية إما أنه له درجة حزبية أو له درجة ميليشياوية في داخل الميليشيات. قيس الخزعلي يقول إذا ما يتم تنفيذ هذين الشرطين يعني يعتبر خداع كما اسماه، دون تنفيذ هذين المطلبين فإنما جرى يعتبر محاولة خداع واستهداف للحشد. يعني أستاذ عمر، هو قيس الخزعلي يؤمر العبادي ويؤمر الحكومة. قيس الخزعلي كل احنا نعرف ارتباطه بإيران. إيران ثاني يعني لأن علاقته قوية بإيران له كل هذه القوة برأيك؟ علاقته قوية بإيران وجرائمه فاقت حتى اللي ما كنا نتوقعه. فالخوف من الميليشيات الموجودة حتى الحكومة مرعوبة من عندهم. يعني إلى متى تبقى الحكومة؟ على أي أساس يقولون عندنا حكومة ومستقلة إذا يجون ميليشيات من داخل إيران ويستلمون الأول والتالي بالعراق؟ شنو اللي راح يسوي الحكومة ضد هذولا؟ من يقدر راح يحكي وياهم من ناوي؟ يعني أوامر إيران موجودة وواضحة بهاي القضية، الخزعلي وغير الخزعلي وعلي هذا العامري وغيرهم كلهم هذولا هم اللي مسيطرين على الوضع. والستار الله من الأيام القادمة إذا الشعب يريد يعيش بأمان واستقرار يا أستاذ عمر المفروض يطلع، المفروض يزيح هاي الزمرة، لأنه بعد ما يفيد ندم بعد هالأوضاع هاي. إلى متى يبقون ساكتين؟ ماكو ندم بعد هاي الشغلة ليقول بعدين إحنا والله غلطنا. وأنا هسه دا أتابع بعض الأخبار ودا أتابع بعض صفحات التواصل. نعم. يعني ناس زين أبو ناصر، أكو مقاتلين موجودين في سوريا منذ بداية الأزمة في سوريا قاتلوا إلى جانب النظام السوري، يشملهم هذا القرار بحسب طبعا سياسيين في داخل الحكومة وفي داخل البرلمان. يعني هو ما شارك في معارك في الموصل في الفلوجة، لا، هو صار له من بداية الأزمة السورية لغاية الآن هو موجود في سوريا يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. هذا القرار يشمله؟ طبعا راح يشمل القرار، لانه ما دام ميليشيا وتابعه لايران راح يشمل القرار والاوامر صادره من ايران غصبا على الحكومه تنفذها. الموجودين بالعراق والموجودين خارج العراق وحتى باكر عقبه اذا يرجعون يروحون لليمن ويقاتلون باليمن هم يشملهم القرار. هي هاي حكومتنا هاي المجرمه اللي دمرت الشعب ودمرت الوطن كله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ابو ناصر من تركيا كان معنا. نستكمل، احنا كنا نريد نستكمل قراءة القرار. من معانا؟ الهيبي من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ابن عمي انا موظف على صلاح الدين. نعم. مال تربية فراش، موظف خدمة. نعم. صار لي سنة وست شهور ما مستلم لا متراكمات ولا فروقات ولا كل شيء. يعني ما مستلم راتب؟
راتب ما مستلم الا المذخره، كان نقول المذخره مال الفروقات. يعني الراتب تستلمه بس الفروقات ما مستلمها. ايه تمام، صار لك سنه وست شهور. احنا شنو العذر؟ لا يوم صوتوا على اني ما طلعت، انا ظليت هنا منطقتي قصف وجوع وضيم، انا منطقتي ما طلعت نهائيا. نعم. لا استلمت لا مال نازحين ولا مال شيء ولا مال تعويضات ولا كل شيء، وبيت ضربت الطياره سحق للقاه. نعم. وعندي بنتي هذه المعوقه الصاروخ ضربها، ولحد الان داعيت اللي هو ابن عمي فلاح الحسن زياده وزير الزراعه. نعم. تقعد لي على اساس التعويض ولحد الان ماكو شيء. والوزير السابق محمد تميم وزير التربيه هذا خليه على راسي، هذا قرايبنا من ديرة الحويجة. فالمطلوب شنو؟ المطلوب هسه من صوتوا على الميزانية أنطونا بس راتب الاسمي، راتب الاسمي راح يجيني شيء قليل، ليش؟ احنا كنا بزمن داعش كنا مداومين. نعم. وغصبا علينا تدرون بيه صار اجباري. نعم. على اساس هسه عن رواتبنا تاي ما ينطونهن كاملات، هم يبقونهن، هم حراميه. عندي هم انا هذه اختي مرت شهيد لحد الان ما انطوه ولا راتب، رحت لبغداد مرتين ثلاث على الوزاره قالوا نصبر وصبرنا وكل شيء ماكو. نعم. شو نتامل بعد من الحكومه؟ الحكومه كلها طائفيه ميليشيات، لو تذبح لو تسلب لو تقتل. نعم. الله وشكرا حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي قاعد يصير بكل المحافظات العراقيه. الله يكون في عون جميع العراقيين. لهيبي من الموصل كان معنا، مع اتصال سامي من بغداد. تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك لحضرتك يا اخي العزيز ولذات القناه. حياك الله، اهلا بك. انا قصيت ما سمع صوتك. الله يسلمك. شلون صحتك الجنين؟ الله يخليك، الله يحفظك. استاذ عمر أنا رأسا راح أدخل في الموضوع. نعم. تذكر يعني حزب البعث العربي الاشتراكي كان عنده يعني شعار يقول أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. هؤلاء بالقلم العريض يعني ما بيها يمين ولا يسار، هذول سووا غيروا طبعا، لأن هم ثلاث أرباعهم قصر من يعني اخواننا الشيعه، ثلاث ارباعهم هم كانوا بعثيين، وخف ما جين تصلوا كانوا كلها بعثيين. اي فحزب البعث فصار ينأتوا بعد 2003 سووا كل سنه سجل بعثيه في ذلك الوقت. رحم الله والديك كل العراق. بس هاي المنطقه خاصه، لان هاي المنطقه بعدين تجاوز على مكانات كثيره كانت تابعه لل تمام. هسه يعني احنا للحكومة. في صدد هذا القرار. هذا القرار. نعم. اللي اعطاء استحقاقات كامله للحشد وتجيك السالفه. والله استاذ عمر ماشي زين، فهم استقلاليه للحشد داخل المؤسسه العسكريه. استاذ عمر نعم، حشد ما حشد، العراق انتهى، العراق صار بحضن ايران. نعم. اول شيء شوف انظر الى كل مجلس النواب، يعني خاصه احنا ما نريد نخصص، لان هم بس هم اجوا خصصوا الموضوع علينا، هم قالوا هم قبل يتهمونا حكام سنه من العشرينات وكذا، شفت لك حاكم عراقي اجى قال تعال اعزل اليمين السنه على اليمين لا، يعني كنا كنا عايشين بوضع يعني طيب وعيشه يعني سويه، يعني حتى متزوجين مع بعض يعني، بس من اتوا هذول السياسيين بعد 2003 خصصوا الموضوع وصارت المسألة عنصرية، والعالم كله يعلم قبل العراقيين انه تمام. هذا كله معروف، هذا كله معروف. نعم. سولفنا على اليوم على هذا القرار. هذا نعم، هذا تحول يعني. انا اقول لك ليش اقول لك من البداية، اقول حزب أمة عربية واحدة صارت أمة إيرانية واحدة ذات رسالة خالدة، صارت ذات رسالة خامنئية خالدة. فهذول يعني انظروا شلون يسوون رموزهم يا اخي. هذا الحشد الشعبي اقسم لك بالله يا اخي العزيز، هذا راح يصير ياتي يوم يتمشى مثلا بشوارع منصوره، يتمشى بشوارع كراده، واذا شرطي او ضابط نعم مثلا يصير مشاكل وكذا، وهذا يكرمك الله ينعم لك والدي. هذا لا صارت حوادث كثيره، صارت حوادث كثيره في العماره بالبصره
كثير يعني مشكلة بسيطة مثلا صارت بالمحافظة البصرة قبل فترة، مشكلة بين واحد فرد من الحشد وأبو المولدة، قام فرد من الحشد سحب مسدسه وقتل أبو المولدة. صارت كثير من الحالات، صارت كثير من الحالات. فقصدي يا أستاذ عمر، يا أستاذ عمر شوف انظر وشوف شلون يسوون الرموز يا أخي. يعني هذا الخزعلي مثلا، احنا في صدد لأن بعض الأخوان جابوا اسمه. شوف هذا الرجال كان على باب والله قاعد هي مختلف صدد، جيب شايات جيب كذا يخدم، ماكو سووه قائد اسطوري لما ما ادري سووه ومسكوه الامريكان زين، وبعدين الو نعم معاك الامريكان سلموه مركز شرطه عراقي. طبعا تعرف نعم. العراقيين لما يمسكوا لهم واحد تحت سيطره الامريكان معروف يعني، كل هذا الامر معروف يعني تمام بالضبط. يعني بقى مثل يكرمكم الله الشادي بالسجن وما حد ما يقلبه اصلا. من عرف المالكي بعد حربه ويا مختلف الصدر قال لك هذا استفاد ما عنده سامي. شوف شلون هذا الامر كله معروف. احنا نريد رايك بالملخص، يعني احنا ما عندنا وقت، يعني كل متصل خمس دقائق او اكثر. اليوم الحشد في داخل المؤسسه العسكريه مميز بلباسه، مميز بامريه ومسؤوليه من داخل الحشد. شنو انعكاساته انت على المؤسسه العسكريه برايك بجمله؟ صراحه هذا ابو المهندس وهذا الاخر يعني نعم. اسمه هذا العامري اسمه لا مو هذا عامري، هذا الاخر اللي جروا المالكي. انا اقول نعم. على طول يحمل شك مسائل الصور بالحكومه كذا راح يقول المالكي بيها. هذا الثاني رئيس هيئه الحشد الفياض نعم تمام. هذا راح يصير قوته اذا صار، طبعا كلهم راح يصيرون مجلس النواب والله صدقني كلهم راح ينتخبون. وشلون نعم عمار الحكيم مثلا صار مثلا شو اسمه رمز على اساس ديني، وهذا ما كان يصير رمز وتشوفه من يجي المكان نعم سامي الدنيا تنقلب الى وكذا. سامي شكرا من بغداد، كان معنا الوقت ضيق جدا وقصير. معنا اتصال ابو الوليد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك استاذ عمر والكادر القناه. حياك الله اخوي الكريم. اكو شخص ميليشيا الحشد، اول ما تشكل ميليشيا الحشد بشهر السادس عام 2014 اول ما يعني تشكل بدات العناصر المدنيه تنضم الى الجهاز العسكري. فهو اول ما شكل الحشد اضطر رتبه عميد ركن او عقيد ركن، يعني انا ما ركزت على الرتبه العسكريه بشكل مفصل لان نعم. كان هواي عسكريين موجودين، اضطر رتبه عميد ركن نعم. الهيئه الاركان كان يشتغل هو قبل سنوات يلا يحصل عليها اي عسكري نعم. كان يشتغل قبل هو اي عسكري يدخل الكليه العسكريه معروف. يحتاج خمس سنوات تمام. زين ابو الوليد هذا كان يشتغل قبل هذا كان يشتغل على طالب بطال يعني منضم الى احدى الاحزاب السياسيه الحاكمه في بغداد نعم. استلمت عيني نعم. فهذا شلون اعطى الرتبه هاي العسكريه؟ طيب النجمه الوحده رتبه الضابط يحتاج لها بعد اربع سنوات يلا يحصل عليها المقاتل العسكري. اذا كان ثلاث سنوات كليه يطلع ملازم، يطلع ملازم ثاني وبعدين يترقى يصير ملازم اول وهكذا. نعم ومن ثم الى رائد ومن ثم الى مقدم وعقيد. فهذا شلون يعني طولي ترتبه؟ هاي الحاله واحده من ملايين الحالات اللي في العراق. فالرتب العسكريه جاي تقضي انت يعني اذا كنت انا هسه مثلا على سبيل المثال نقول منتمي الى حزب البعث واجى حكم حزب البعث نعم. معقول انه حزب البعث رئيسا انا اروح لهم اقدم يعطوني رتبه لاركم أو فريق ركن؟ ما معقولة يعني ما كان يمكن العراق. ثانيا بالنسبة للتشكيلات الحشد، تشكيلات الحشد الآن منتشرة في سوريا والعراق مثل لواء أبو فضل العباس اللي قاتل محورين، محور سوريا في مدينة السيدة زينب ودمشق. فتحولت يعني هاي الأمور كلها إلى أمور دينية وسياسية. وعنده صديق في ميليشيا الحشد دام تقريبا يعني ب 2015 اول ما دام ثلاث اشهر ما اعطاهم رواتب.
رواتب ما يعطون للحشد ولا يعطون القادة الحشد، جاي كلها يبقونها يبقونها من هذولي قادة ميليشيا الحشد، قيس الخزعلي أبو الوليد غير رأيك هذا انعكاسه على المؤسسة العسكرية لما يجي يعني مثل ما أنت تفضلت عقيد صار له هلقد سنة درس وتخرج، وإذا كان ركن تخرج من الأركان كل هذه الفترة، وبعدين يجي اليوم واحد يتساوى مثله إذا مو أعلى من عنده، شنو انعكاسه على المؤسسة العسكرية برأيك؟ ها راح تخلق حزازيات وتصير مشاكل. سيدي هاي كلها انعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية. يعني ما نشوف نجيب جاي قاتل بالعراق مثل ما حدث بالموصل، ان قادة عسكريين ثلاث فرق عسكرية ما عرفوا شلون يديرون هذه الفرق اللي كل فرقة بيها 10,000 جندي، 10,000 جندي بالمؤسسة العسكرية يمكن ان يقودون محافظات وقاطع كبير جدا، لكن هذول القادة العسكريين من رتبة لواء إلى فريق في مقابلة مع جبر صالح اللي كان وزير الداخلية أول ما دخلوا الأمريكان بعام 2003 قال عندنا أكثر من 62 فريق ركن وما يعرفون يحمون العراق، في مقابلة على قناة الفرات موجودة لحد الآن موجودة بالتسجيلات. فهذا اعتراف من حكومتنا وقادتنا السياسيين والعسكريين ان القاده ما يعرفون يحمون الارض مثل ما حصل بالانبار، شلون انسحب الجيش انسحاب يسمونه بالانسحاب التكتيكي مثل ما حصل بالموصل مثل ما حصل بتكريت، هكذا جيش تعبان يحتاج الى اعاده الخبرات العسكريه السابقه واعاده الضباط القديمين الابطال اللي حموا العراق ودافعوا عن شرف العراقيين. واشكرك وتحياتي لك. أبو الوليد من بغداد كلام معنا، رسالة على الواتساب يقول السلام عليكم أخي، يقول فوق ما يقطعون الحشد من الرواتب صادق مجلس النواب وسماهم السراق هو طبعا ضرائب جديدة على رواتب الموظفين بس قادرين على الشعب رواتبهم خط أحمر. معنا اتصال أم زمزم من بغداد. أم زمزم السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، هذا القرار ما صدر إلا عندما وصل النائب الأول لروحاني، وصل بغداد قبل 3 أيام والتقى بالسيد العبادي، هو ظاهريا يعتبر دعاية للموظف الأول من قبل الحكومة الإيرانية للسيد العبادي كدعاية انتخابية، لكن بنوده أستاذ بنوده تدلل على أنه مثل الحرس الثوري الإيراني، يعني الحرس الثوري الإيراني جيش في داخل جيش، فإحنا هذا لو ننظر إلى القانون أو القرار جيش داخل جيش، الدليل القادة ما يصيرون من من العسكريين أو من الجيش العراقي قادة الحشد، أموال تسليحهم يعني مو ضمن موازنة الجيش العراقي، وإنما أموال تسليحهم لوحدهم، بس رواتبهم بس رواتب الحشد ضمن رواتب الجيش العراقي، فهذا معناه احنا أسسنا حرس ثوري عراقي في العراق لحماية هذه الطغمة الفاسدة الموجودة في المنطقة الخضراء، والدليل في هيك هاي الحالة استاذ احنا من قبل فترة قادة الجيش العراقي واغلب الضباط يشكون من قادة الحشد، يعني يقولون احنا امرنا مو بيدنا، امرنا بيد قادة الحشد أستاذ، والدليل عندما دخلوا كركودة يرفعون العلم العراقي. نعم، قطع الاتصال مع أم زمزم من بغداد. معنا اتصال أبو خالد من قطر، تفضل أبو خالد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كيف الصحة؟ تمام، أهلا بك أخ عزيز. أخي العزيز، نعم، هذه خطة إسرائيلية يهودية بحتة. كيف؟ أستاذ عمر، إذا تذكر حرب 73 دمشق سقطت لولا الجيش العراقي. تحية للضباط العراقيين، أنا أسأل وين الضباط العراقيين الشرفاء اللي نعرفهم اللي مرروا نوب إيران بالتراب، واحتراف الخندير الخميني يقول لك شربت السم. هذا السؤال اللي نسأله. هذه خطة، شوف حاليا ولا حد يتكلم عن إسرائيل أخي العزيز، هذه خطة إسرائيلية يهودية ملعونة. إسرائيل عرفت كيف تأخذ ترى من العرب، حط وجابت إيران
دخلت. شوف لاحظ انت لاحظ هذا اللي يطلع يتكلم هذا ما ادري شو اسمه هذا تبع قائد الحشد الشعبي نفس حسن نصر الله يسمي حاله حسن نصر الله. شوف نفس اللي يصير بالليبان قاعد يصير بالعراق. شوف لاحظ انت لاحظ لاحظ نعم نفس اللي يصير بلبنان قاعد يصير بالعراق. نفس ما اسسوا بلبنان قاعد ياسسون بالعراق. نفس ما دمروا لبنان بدهم يدمرون العراق. نفس ما دمروا سوريا بدهم يدمرون العراق. استاذ عمر نعم داعش من وين اجت؟ نعم. داعش من وين اجت؟ من وين تمويلها؟ من الموهبه. ما كانوا كلهم كانوا باب غراب بالسجن. نعم كلهم كانوا باب غراب بالسجن. طلعهم الخنزير هذا نور المالكي ومولهم واعطاهم الاسلحه واعطاهم السيارات وروحوا على سوريا. من سوريا روحوا على العراق. روحوا يا اخي هذول دمروا العراق يا اخي. الشعب العراقي شعب شعب الرافدين يا اخي. شعب الرافدين يا اخي. نعم ابو خالد. ابو خالد من قطر كان معنا. شكرا شكرا لك. ابو حسام النعيمي من بغداد يقول كل يوم تثبت الحكومه بانها تابعه لايران والقانون الجديد هو انتصار لقاسم سليماني ولايران وضد مصلحه الشعب ومكافاه للميليشيات على قتل وتهجير الملايين وتدمير المدن وسرقه ممتلكات المواطنين. يقول ابو احمد من ميسان أرجو أن يعلم الشعب بأن إيران وأمريكا متفقين على إدارة العراق عن طريق عملائهم في الحكومة. أما دوام وجودهم فبالتفرقة بين أبناء الشعب وإيجاد صراعات دموية بين السنة والشيعة تتحول إلى ثارات واحتراب داخلي يستثمره المحتل الأمريكي والإيراني. شكرا لك دكتور عمر. شكرا لك أبو أحمد من ميسان. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي ركزنا فيها حول قرار رئيس الوزراء بضم ميليشيات الحشد الشعبي إلى قوات القوات الأمنية أو إضافة الامتيازات وإعطائهم ومساواتهم مع قوات الجيش بالامتيازات ويبقى الحشد هيئة مستقلة داخل القوات الأمنية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.